مساكم الله بالخير، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي 10 كراتين أحذية جودة عالية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 كراتين. الكرتون يحتوي على 30 زوج مختلط، الزوج ب4 دولارات، بضاعة كلش حلوة. نبدي من أول كرتون، طبعا كلها قطع جودة عالية، باع القطع مالتها شلون مرتبة، نظافة البضاعة 100%، العلبة أيضا جيدة ونظيفة والجودة مالتها كلش حلوة. وهذا نفس ملابسي، تنسيق 4 دولارات. شوف القطع شلون حلوة شلون مرتبة، باع الشغل مالتها. البضاعة مكسرة، لا كامل قياسات ولا كامل موديلات، مثل ما تشوفون هسه هذا الكرتون مثلا ب 4 ألوان بس نفس الموديل، يعني هسه هذا 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 نفس الموديل، عدة ألوان، قياسات مختلط من 39 إلى 44. طبعا هواي ناس مرات يسألوني يقول لي ياسر ليش تعرض بس الفوق؟ أول شيء الوقت ما يكفي أفتح البضاعة كلها، ثاني شيء يعني البضاعة تقريبا مرات تطلع مشابهة مرات يطلع غير شيء، يعني هسه هذا مو فتحنا من جوا باوع، يعني طلع نفس الموديل بس غير ألوان، صح ولا لا؟ ما يحتاج يعني افتح البضاعة كلها، ممكن يطلع عندك غير موديلات وغير اشكال عادي. انا وقتي جدا ثمين، واذا يعني الفيديو طولت به هواي او البضاعة طولت هواي بعد ما يصرف لي ابيع باربعة، لازم ابيع باربعة ونص، فلازم تعرفون هذا الشيء. الكرتون اللي بعده قطع كلها جودة عالية، هاي شروق قطع كلها جودة عالية. مختلط نعم صحيح مختلط لكن كلها جودة عالية، بضاعة مميزة. والزوج ب4 دولارات فقط. هذا شفته بالموديل اللي قبله، كرتون اللي قبله. كراتين نظيفة كلش، بعض الكراتين يطلع بها يعني مطعجة شوية لكن نظافة الكراتين جيدة. قطع كلش حلوة ومنظفة مرتبة. ٣٠٠ زوج تاخذ الكمية كلها. نفس الشيء يعني. هذا كلش حلو. على القاعدة مالته من جوا شلون مرتبة. هذا نفس الموديل لكن قياس مختلف، واضح من الشكل مالته. حلو هذا كلش. قد قياسه. قياسه 44. 45. صار خوش. الكرتون اللي بعده قطع ايضا جميله، العلب نظيفه، البضاعه نظيفه 100%. هاي القطع شلون حلوه، هذا ايضا عندك هنا قطعه جدا جدا مميزه على الشغل مالتها. هنا عندك جريد، هنا عندك شامو خياط. هذا الكرتون اعتقد بيه موديل او موديلين. نفس الموديل 39 39 39، ايضا 39. هذا غير موديل، هذا اللي هو هذا الموديل. اعتقد هذا الكرتون لربما يكون كله قياس واحد، 39 39. هذا الكرتون كله قياس واحد لكن بي موديلين، ولهذا السبب انا قلت لكم هاي بضاعه مكسره. شوف هسه هذا الموديل بس 39 ما بي غير قياس، اما ذاك الموديل هذا لقيت من عنده عده قياسات، هذا الكرتون وبغير كرتون. الكرتون اللي بعده، الكرتون اللي بعده لقيت بي واحد شويه، الكرتون العلبه مالته تعبانه. هذا زوج واحد فقط، زوج واحد حلو شوية مترب من هنا، فقط زوج واحد طلع عندي فشوفتكم اياه. هذه قطعة كلش مرتبة كلش حلوة، شوفوا الطريقة مالتها مال اللبس، بدها هيجي هذا يصير هنا هيجي، فشي كلش حلو مترب شوية. هاي نفسها هي هاي القطعة، الورا لقيت بهذا الموديل ايضا قطعة كلش مرتبة وكلش حلوة. نفس الشيء
اعتقد هذا الكرتون يمكن ثلاثة ارباع من هذا، بما انه هاي علبه مختلفه فافتحها حتى اشوف بيها غير شيء. نفس المذيع، اعتقد هذا الكرتون كله هذا المذيع. هاي قطعه كلش قويه، يعني ممكن تبيعها براحتك وتبيعها بسعر غالي، مثل ما تشوف المدير مالته مميز، الشغل مالته شلون حلو. وهذا اخر كرتون، اخر كرتون طلع عندي واحد موديل مختلط قياسات، وهذا الشيء جدا جميل اللي هو هذا الموديل. فصارت عندك حاليا شروه كامله 300 زوج، الزوج ب 4 دولارات مختلط قياسات، والموديلات مثل ما شفتوها بالفيديو، يعني اعطيك البضاعه اللي شفتها انت بالفيديو. مع السلامه.